21 من كانون الثاني 2001، الرئيس الشهيد رفيق الحريري يرعى في قصر اليونسكو حفل تخريج طلاب معهد الفنون الجميلة التابع للجامعة اللبنانية. فما عاد التعليم في لبنان وفي العالم حرفة نخبة تستطيع بالاقتدار أن تتقدم الصفوف وأن تبرع وتبرز، بل هو اليوم بل ومنذ عقود الركيزة في التنمية الشاملة. لذلك كان الطبيعي والمعقول كما في أكثر بلدان العالم المتقدمة أن يكون التعليم العام في لبنان وأن تكون جامعته الوطنية في المقدمة من حيث المستوى، كما هما في المقدمة من حيث العدد واتساع المجال. فنحن إن لم نبذل قصارى جهدنا لتطوير وتحسين مؤسساتنا التعليمية والجامعية ورفع مستوياتها، ولا سيما في مدارسنا الرسمية والجامعة اللبنانية، فإننا سنجد أنفسنا ننجرف مع اتجاهات التمايز والتفاوت، مما يؤثر في مستقبل البلاد واستقرارها وتقدمها. ليس من الطبيعي أن لا يحتفل لبنان بتخرج طلاب الجامعة اللبنانية، لذلك ستنظر الحكومة بأن تجري حفلة تخريج لكافة طلاب الجامعة اللبنانية كل عام.